ما شاء الله، هذا هو مسجد الغمام. ما شاء الله الغمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسجد الغمام، مسجد الغمامة قرب مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كلهم يعني قريب الحرم النبوي. مئات تاريخية ما شاء الله. التاريخ الإسلامي الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام. حمام ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. سيد الغمام. مغلق ولا مفتوح؟ الآن مفتوح، مفتوح للزيارة. نشوفوا المعلومات عليه. حرم والله العظيم مدينة منورة. مصلى الغمامة، المعلومات اقرأ. على المدخل بسم الله. هذا هو مسجد الغمامة داخل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. نصلي واحد ركعتين ان شاء الله. سبحان الله المناظر جميل. يعني مسجد الغمام ما شاء الله والله مناظر تشرح الصدر والله العظيم. اللهم ارزق عمرة لكل من قال آمين. اللهم ارزقه زيارة للرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة هذه الأماكن المقدسة. ما شاء الله مدينة منورة بنور الرسول عليه الصلاة والسلام، أهلها منورين سبحان الله. ما شاء الله. اللهم ارزق عمرة لمن قال آمين يا رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. حمام عايش في أمان.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.